بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في محاضرة جديدة من سلسلة ملتقيات بوتقة الأسبوعية. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان المبادئ المولدة للشكل الحضري والمعماري في العمارة السعودية التقليدية والتي أخذت فيها الحالة النجدية، والتي راح يقدمها لنا بمشيئة الله دكتور محمد بن مشاري النعيم، وهو عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة المعمارية بجامعة حائل، وحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كولورادو في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص التصميم والتخطيط. حياك الله دكتور. الله يحييك. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعاً. ومتأخر لكن كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله أن الله يعيد علينا باليوم والبركات. حاب أبدأ أني أشكر منصة بوتقة على هذه الاستضافة الكريمة وإتاحة الفرصة صراحة لطرح موضوع هذه الليلة، لكن أستسمحكم الموضوع صراحة جدا شائك وله عدة فروع، فأنا أخذت بعض المبادئ العامة والأفكار العامة عشان بس أعطي فكرة عن موضوع الليل، لكن إن شاء الله في المستقبل نبدأ نتعمق في تفاصيل أكثر. طبعاً محاور سريعة عن لقاء اليوم، اللي هو محاولة فهم عملية صناعة الشكل الحضري والمعماري وإيش تأثير العوامل الفردية والجماعية في عملية صناعة القرار، ومحاولة فهم وإدراك المعاني الكاملة اللي هي غير ظاهرة واللي تسمى implicit meanings، اللي ترتبط بالفضاء الحضري والشكل المعماري، واللي راح ياخذ الجزء الأكبر من لقاء اليوم اللي هو النظام المكاني والفيزيائي المتكامل، اللي أسميته أنا أثناء تحليلي لمنطقة نجد The Integrative Spatial and Physical Order. طبعاً أربع قضايا سريعة لفهم وتفسير الآليات اللي شكلت الشكل الحضري والمعماري واللي أساساً مرتبطة بالنظام المكاني والفيزيائي اللي أنا صممته، هي قضية Place Making، وهي عملية صناعة المكان، وهي عملية بالأساس شمولية، وما استعملتها هنا أني أنظر لبعض المفردات والخصائص المعمارية، ولكن نظرت إليها أنه كيف أفهم الشكل الحضري والمعماري بشكل كل وكيف أنه مترابط. وأثناء فهم هذه العملية بشكل شامل أي بشكل كلي، بدأت أستقطع أجزاء منها لفهم بعض المفردات المعمارية والتكوينات التشكيلية في هذه العمارة. طبعاً لفهم أي عملية أي مكان يجب تفسيره وقراءته من خلال القيم الثقافية والاجتماعية الخاصة بالمجتمع، لأن هي البنية الأساسية أو القاعدة اللي أثرت وساهمت وصنعت هذه العملية اللي هي عملية صناعة المكان. أما القضية الأخرى هي الشكل الفيزيائي، لأنه هو المنتج النهائي لهذه العملية، وهو اللي شكل الهوية البصرية لعمارة لهذه البيئة التقليدية وعطاها الكاركترستيك الخاص فيها. أما النقطة الرابعة اللي هي تجمع هذه الثلاث قضايا مع بعض وتخليهم في سلسلة مستمرة ومترابطة، هي قضية اليوز اند مينينج، وكيف أنه الاستخدامات لها معاني سواء ظاهرة أو غير ظاهرة، لأن ليست كل الآليات وليست كل المبادئ في الحقيقة تحتوي على physical form، بعضها معاني ثقافية واجتماعية ورمزية أثرت في فهمنا في التكوين البصري وفي الفضاء الحضري والمعماري. الآن هذه الخمس قرى اللي تم عليها التحليل، وطبعاً ما راح أدخل في موضوع كيف تم الاختيار وعلى أي أساس وإيش التصنيف، لأن هذا مش موضوع الليلة، لكن هذا الخمس قرى بشكل عام اللي تم تحليل النظام المكاني والفيزيائي عليها ومحاولة استكشاف واستنتاج ما هي المبادئ والآليات اللي شكلت هذا النوع من العمارة. الآن لما ندخل في موضوع الليلة اللي هو النظام المكاني والفيزياء المتكامل اللي هو The Integrative Spatial and Physical Order، هو في الحقيقة نظام يحتوي على ثلاث مستويات: المستوى الحضري والمستوى المعماري ومستوى العناصر المعمارية. الآن هذه الثلاث مستويات هي مجرد مستويات تنظيمية تنظيمية للأفكار،
ومحاولة تأطير الاستنتاجات والاكتشافات من في هذه المبادئ في كل مستوى. لكن الحقيقة هي أثناء التحليل وأثناء محاولة اكتشاف هذا النوع من البيئة العمرانية هي الثلاث مستويات تعمل بشكل مترابط ومتجانس، بحيث أنه هذا من وجهة نظري الشخصية أنه لا يمكن فهم المستوى الحضري بشكل عميق بدون فهم كيف المستوى المعماري اللي هو الفيزيكال فور أثر على هذا الفضاء على هذا الفضاء. أيضا لا يمكن فهم المعماري بدون فهم العناصر المعمارية اللي هي شكلت هذا الفيزيكال فورم وعطته هوية البصرية وشكلت الفضاء الحضري وعطته معنى. فهي ثلاث مستويات منفصلة لكن في الحقيقة مترابطة أثناء التحليل ومتداخلة مع بعض، بحيث أن كل مستوى يساعد على فهم المستوى الآخر ويربط عدة مبادئ مع بعض لفهم كيف تكون هذا الشكل الحضري والمعماري. الآن لما ندخل في التفاصيل اللي وتكوين هذا النظام، هذا الشكل النهائي والمنتج الأخير للدياجرام اللي صممته أثناء تحليل العمارة النجدية. الآن هذا الشكل عشان نبسطه ونبدأ نفككه لمجموعة أفكار صغيرة، هو زي ما ذكرت يحتوي أولاً على المستوى الحضري ويحتوي على المستوى المعماري. في كل مستوى يحتوي على ثلاث أنواع من التسلسل الهرمي للفراغات، بحيث أنه ككل يمثلون ست أنواع من الفراغات اللي أنا سميته The Hierarchical Order of Spaces، أنه في الديناميكية والتراتبية في تنظيم الفراغات داخل الشكل الحضري والمعماري. الآن المنطقة التي تربط بين المستوى الحضري والمعماري هي منطقة الباب، اللي هو عنصر الباب في المستوى المعماري، وهي منطقة تربط في الحقيقة لأنها الباب جزء منه داخل مثلا المبنى في المستوى المعماري، وأيضا الجزء الآخر منه مرتبط بالمستوى الحضري، فهو عنصر يربط بين مستويين، بين مستوى الحضري والمعماري. لهذا أنا سميت المنطقة هذه منطقة الباب، هي منطقة الدول مينينج، وأنا أقصد بالدول مينينج أن هي منطقة تحتوي على معنيين مزدوجين، معنى يخص النطاق العام ومعنى يخص النطاق الخاص. بالنسبة للمستوى الثالث اللي هو مستوى العناصر المعمارية، هو في الحقيقة غير ظاهر في هذا الشكل، هو كامن implicit، بسبب أنه من خلال تحليلي للمستوى الحضري ومن خلال تحليلي للمستوى المعماري يتم تلقائيا استكشاف واستنتاج المفردات والتكوينات والأشكال المعمارية، بل أيضا من خلال هذا النظام وهذا المنظور في التحليل يمكن أيضا تحديد موقع هذا العنصر وفي أي فراغ مرتبط، وأيضا إيش المبادئ الأخرى التي أثرت عليه أو أثر عليها في المستوى الحضري والمعماري. عشان كذا هي مجموعة من المستويات مترابطة مع بعضها البعض وتؤثر على بعضها البعض. الآن لو نبسط الدياجرام الشكل المعقد هذا أكثر، نتكلم عن التسلسل الهرمي للفراغات لأنه هو المنظم لهذا النظام. هو بكل بساطة يحتوي على ست أنواع من الفراغات، يبدأ من الموست بابليك اللي هو مثلا بوابة القرية، إلى الموست برايفت كمثال غرفة خاصة داخل المنزل، وبينهم مجموعة من الفراغات اللي تسوي تراتبية في الحركة. الآن زي ما ذكرت المنطقة اللي تجمع بين المنطقة اللي تربط بين الحضري والمعماري هي عنصر الباب، وهو موجه للpublic domain في النطاق العام، وموجه أيضا للprivate domain. عشان كذا هو يحتوي زي ما ذكرت على dual meaning، لأنه هو يغذي مستويين المعماري والحضري. الآن لو نعطي مثال سريع، وصراحة هذا مثال عام يعني عشان ما، لأنه الموضوع يحتوي، لأنه في مجموعة مبادئ تتداخل مع بعض، فأنا حاولت أني أبسط الموضوع لعل وعسى في المستقبل ندخل في التفاصيل. لكن الآن من خلال هذا المنظور ومن خلال تحليل المستوى الحضري تم تجريد الخمس قرى من
الباترن حق التكوين الحضري حقه، وحاولت اني انظر للعناصر المشتركة في الفضاء الحضري، بحيث انه بدأت ادرس مواقع البوابات وهذه البوابات كيف علاقتها مع الشوارع الرئيسية، وكيف الشوارع الرئيسية تغذي بعض، وين مواقع الساحات العامة، وين موقع مسجد الجمعة أو الجامع الكبير. الآن من خلال هذا النمط أو المنظور من التحليل، إحنا ما نبدأ نشوف كيف القرية تكونت، يعني حتى اللي غير ملم بالعمارة التقليدية ما يقدر يقول الأشكال هذه لأي قرى تنتمي. وهذا المهم، لأن إحنا نبغى نشوف الآن العناصر كيف مرتبطة، وكيف المبادئ هي اللي نظمت هذا الفضاء. فمن هذا المنظور اكتشفت أنه البوابات دائماً مرتبطة بالشوارع الرئيسية، والشوارع الرئيسية غالباً عريضة وشبه مستقيمة، وفي الغالب أيضاً تغذي مع بعضها البعض عشان تسوي ديناميكية وتراتبية في الحركة، والساحات العامة مربوطة بهذه الشوارع، والمسجد مربوط بالساحة، وهذا يعني أنه مربوط بالشوارع الرئيسية. الآن هذا الترابط بين مجموعة عناصر في الفضاء الحضري هي لحفظ المصلحة العامة، هذا المصلحة العامة هذه عشان لا تدخل فيها المصلحة الخاصة وتأثر على هذا النطاق. هذا أيضا جعل أنه لما نبدأ نضيف الشوارع الفرعية لهذه القرى، نبدأ نكتشف أنه التشكيل بدأ يختلف من تنظيم واضح إلى زي ما نقول أورجانيك باترن. هذا بسبب أنه من خلال فصل هذه المنطقتين جعل أنه في نوعين من صناعة القرار. أول شيء صناعة القرار في الميكرو ليفل، اللي هي العناصر التي ترتبط، التي العناصر المشتركة للجميع في القرية، وهذه تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وفصلها عن المناطق الخاصة. وأنا لما أقول فصل هنا ليس فصل فيزيكال، إنما فصل من خلال التسلسل الفراغات، بحيث فصل فراغي فقط، إنه يصير في خطوة زيادة، دبث آخر، هيراكي زيادة بين المنطقة العامة والمنطقة الخاصة، وليس فيزيكال. هذا أدى إلى أنه كل منطقة خاصة تتكون من مجموعة أفراد أو عائلة يبدأون هنا يصنعون المكان خاص فيهم. يعني هنا لما يصنع المكان الخاص فيه يبدأ هو يشكل المكان حسب استخدامه اليومي وحسب رغباته، بدون ما يأثر طبعا على المصلحة العامة. هذا أدى إلى أنه لو نلاحظ أنه في الشوارع الفرعية قليلا ما تتشابه وقليلا ما تتشابك، وتبدأ تدخل في ستاجرد، يعني شوارع منعوجة وضيقة، وبعضها بدون منافذ اللي هي كول دي ساك، بل أيضا أن مش كل الشوارع الفرعية ترتبط بالشوارع الرئيسية. هذا بسبب أنه كل منطقة خاصة في المايكرو ليفل اتخذت قرارات خاصة فيها حسب احتياجاتها وحسب استخدامها اليومي للمنطقة، لكن هذه القرارات لم تؤثر على المصلحة العامة المشتركة في النطاق الخاص. الآن لو نضيف الشكل الحضري للقرى، نبدأ نشوف أن الأشكال تختلف، لكن الآن الاختلاف نقدر نفسره، لأنه الآن إحنا ما حللنا بالمنظور الأشكال، ما حللنا أن قلنا هذا راديال فأكيد أنه يحتوي على مبادئ ونظم مختلفة في التصميم عن مثلاً أوشيجر كلاستر، عن مثلاً سدوس جريد. الآن إحنا اكتشفنا أنه المبادئ اللي نظمت الشكل الحضري في الميكرو والمايكرو تتطابق. أما موضوع الأشكال أو التكوين الحضري اللي هو الباتر حق كل قرية، هذا يعتمد على كيف المجتمع المحلي لكل قرية فسر هذه المبادئ، وكيف انه ربطها بالعوامل البيئيه والموارد المحيطه، وكيف انه ايش الاستخدامات اصلا في كل قريه، بعضها تجاري بعضها زراعي بعضها تربيه مواشي. فكل هذه العوامل الخارجيه هي اللي شكلت التكوين الحضري، ولكن المبادئ الخفيه اللي هي بين الميكرو والمايكرو هذه زي ما ذكرت شبه
متطابقة في الخمس قرى. الآن لو بعد هذه اللمحة السريعة في المستوى الحضري ننتقل إلى المستوى المعماري، وأنا ذكرت أنه المستوى المعماري فيه في عنصر الباب اللي يربط بين المستوى الحضري والمعماري، هذا معناها أن المستوى المعماري يتفاعل مع المستوى الحضري، وبسبب أنه هذا النوع من العمارة النمط السائد هو المساكن اللي هي المنازل التقليدية، تم تحليل المنازل. الآن من خلال فهم الديناميكية وتراتبية الحركة في الفضاء الحضري، وفهم أنه في hierarchical order of spaces اللي هو التسلسل الهرمي للفراغات في الفضاء الحضري وأيضا مربوط بالمستوى المعماري، تم استنتاج أنه المساكن في المنازل التقليدية تحتوي على ثلاثة أجزاء: مقدمة ووسط ومؤخرة. هذه الثلاث أجزاء هي مكملة للتسلسل الهرمي، بحيث أنه تقسم المنزل إلى مجموعة من الفراغات وتصنف هذه الأجزاء حسب استخدامها. هذا أدى إلى أنه في قابلية الآن أنه بتحويل منطقة المقدمة من المنزل اللي هي الفرونت ستيج إلى المنطقة التي ترتبط بالمستوى الحضري. هذا الربط خلاه أنه غرفة الضيوف تقع اللي هي المجلس تقع في هذه المنطقة. الآن من المستوى الحضري إلى غرفة الضيافة ما كانت مرحلة، ما كان انتقال سريع، بل تم إنشاء وتكوين فراغ آخر يفصل بين غرفة الضيافة والمدخل اللي أنا سميته الثرشولد، وهذا المصطلح اللي راح أستخدمه الآن. الثرشولد هنا بسبب ارتباطه مع غرفة الضيافة والمدخل جعل هذا الفراغ هو فراغ لتنظيم الحركة داخل المسكن التقليدي، بحيث أنه ارتباطه بالباب أدى إلى أنه الفراغ يصير لو بسطناها يصير زي الموزع، إما يؤدي إلى المجلس وإما يؤدي إلى الفناء الوسطي داخل المنزل. الآن هذا الاستخدام إما يؤدي إلى غرفة مجلس أو غرفة أو الفناء الوسطي، خلى الفراغ ليس عادي، أي التشكيل حقه داخل المسكن التقليدي مو فراغ مجرد مربوط مع الباب، لا، بل هو ستاجرد أي معوج. هذا الاعوجاج هو لحل بعض المشاكل والتعارض في موضوع الخصوصية وموضوع أنه إكرام الضيف واستقباله داخل المنزل، بحيث هذا التكوين داخل المنزل واعوجاج الثرشولد أنه ستاجرد أعطى فرصة أنه من الباب لا يمكن كشف الفناء الداخلي، لأنه الفراغ نفسه ستاجرد معوج ومحاط بجدران، وأيضا من الفناء لا يمكن كشف غرفة الضيوف لأن غرفة الضيوف لا تطل على الفناء أصلا، وبسبب أن الثرشولد ستاجرد ففي جدران أيضا عازلة لهذه المنطقة. هذا أدى إلى أنه لو غرفة الضيوف مستخدمة والعائلة تبغى تستخدم الفناء بأريحية لا يوجد تعارض، الفراغين يستخدمون بكفاءة عالية في نفس اللحظة. هذا تم حله فقط بموضوع بفراغ بسيط تم وضعه قريب من الباب، وحل بعض المشاكل في الخصوصية وكشف الرؤية من خلال أنه الثرشولد صار ستاجرد معوج. الآن الفراغ هذا ما يكسب أهميته ويصير كيف أنه أعطى أهمية شكل المسكن التقليدي أو في المايكرو ليفل في مستوى الحارة، إلا لما نحطه مع مجموعة أو بيوت اللي هو كلاستر أوف هاوسز. هنا نبدأ نشوف كيف أنه الفراغ ليس فقط فراغ تنظيمي ويربط بين الفناء والمجلس، بل أيضا ساهم في تحديد مواقع الأبواب وكيف أنها ترتبط وتشتغل مع بعض، وكيف أنه أصلا الثرشولد ساهم أنه الشارع نفسه المرتبط بهذه الأبواب استخدامه وكفاءته لا تتغير
أو تتعطل بسبب أنه باب أو مجموعة من الأبواب مفتوحة، لأن أساساً سواء كنت في المستوى الحضري أو كنت في المستوى المعماري في الفناء أو في الشارع لا يمكن كشف المستويين بسبب وجود هذا الثرشهولد. هذا أدى إلى أنه الثرشهولد نفسه، بما أنه في منطقة الباب، وأنا ذكرت أنه منطقة الباب سميتها منطقة الدول مينينج، أنه يحتوي على معنيين، معنى خاص بالنطاق المعماري بالنطاق الخاص، ومعنى مستوى بالنطاق العام. هذا أدى أنه الفراغ يستخدم في المستوى المعماري كفاصل بين المستوى الحضري، بحيث من الفناء لا يرتبط بالباب مباشرة، وإنما يوجد threshold space اللي هو العتبة يفصل بين الفناء والمنزل، سواء فتح الباب أو مغلق الفناء خصوصيته محفوظة ويمكن استخدامه بدون النظر إلى أن الباب مفتوح أو مستخدم. ولكن من المستوى الحضري هذا الفراغ يتحول إلى فراغ انتقالي، بحيث أنه أنت الآن ضيف جاي لأحد أصحاب لأحد المنازل، أنت ما تنتقل من الشارع إلى غرفة الضيافة على طول، أنت تنتقل من المستوى الحضري ثم threshold space ثم غرفة الضيافة. هذا خلى أنه هذا الفراغ يستعمل ليكون فراغ يربط بين المستوى الحضري والمعماري. هذا معنيين مختلفين لكن لم يؤثر على تكوين الثرشهولد وطريقة استخدامه وتوظيفه في العمارة التقليدية بنجد. الآن بما أنه موضوع الدول مينينج شوي شائك وشوي معقد ويحتاج أمثلة أكثر عشان الفكرة توصل بشكل أوضح، حبيت أطرح عنصر معماري في هذه المنطقة اللي هي منطقة الدول مينينج، وحبيت أشارككم بعنصر الطرمة. الطرمة بشكل مختصر عنصر مخروطي أو صندوق غالبا مش دائما يكون بارز عن الجدار الخارجي من المسكن، ويكون مرتبط مع باب من الأعلى. الآن بسبب أنه هو عنصر متواجد في المستوى الحضري وأيضا عنصر من الداخل يستخدم في المستوى المعماري، هذا معناها أنه يحتوي على معنيين، وأيضا لأنه مربوط في الباب هذا معناه أنه في منطقة الدول مينينج. الآن لما نتكلم عن المعنى حقه والاستخدام حقه في المستوى الحضري، هذا أدى إلى أنه الطرمة نفسها تتشكل وتتكون وتتطور لتكون عنصر استدلالي في المستوى الحضري، بحيث أنه لو أنا شفت طرمة من مسافة بعيدة أعرف أنه في باب تحتها لأن هي مقرونة بالباب. الآن مع هذا المعنى حقه وأنه في استدلالية من خلال ربط العنصر مع الباب، التشكيل حقها والأشكال المختلفة والألوان والنقوش هذه تطورت وتشكلت بحيث أن المستخدم صاحب المنزل يقدر يستخدمها في توصيف للزائرين أو الضيوف حقين لمعرفة الباب حقه وين، بحيث أنه يستخدم الطرمة في توصيفها ويوصف موقع البيت في الحارة والزائر يستدلها. فهنا العنصر في المستوى الحضري يستخدم عنصر استدلالي أو كما يسمى الـ wayfinding element. أما لما ننتقل للمستوى المعماري هو الوظيفة اللي نشأ من خلالها اللي هو حفظ خصوصية المرأة من الداخل أو أي ساكن في المنزل بشكل عام، وأن العنصر هو لمراقبة الباب ومعرفة من الطارق ومعرفة المناطق المحيطة والقريبة من المنزل، هو يشبه بالعين السحرية في البيوت في الأبواب الحالية. فهنا بسبب أنه في مربوط بالمستوى الحضري والمستوى المعماري، العنصر احتوى على نوعين من الاستخدام، واحتوى على رمزيتين، رمزية استدلال ورمزية خصوصية، وهذا لم يؤثر على تكوينه ولم يؤثر على طريقة استخدامه، ما حافظ على الأوريجين حقه أنه هو في الأساس عنصر معماري نشأ وتكون لحفظ خصوصية سكان المنزل وكشف من عند الباب.
أما الأشياء الأخرى اللي هو الواي فايند إنه تحول إلى واي فايندينج إليمنت وتغيرت أشكاله، وهذا بسبب احتياجات اجتماعية وثقافية تطورت عبر الزمن. الآن هذه لمحة سريعة عن بعض الأفكار واللي شكلت المشهد الحضري والمعماري في هذا النمط من العمارة، لكن في الحقيقة إنه في 40 آلية تم استنتاجها أثناء تحليل هذا النمط من العمارة، وتم تصنيفها على 3 مستويات. الآن بعد استنتاج هذه 40 آلية وتصنيفها وتأطيرها في هذه المستويات، تم إعادة تعريفها، والإعادة التعريف هنا تمت من خلال أنه تم استنتاج أنه ليست كل المبادئ تحتوي أو لها نفس القوة والتأثير في عملية صناعة المكان وتشكيل المشهد الحضري والمعماري. هناك مبادئ قوية جدا وأثرت بشكل واضح وصريح على هذه البيئة العمرانية، أما ويوجد مبادئ أخرى كانت ردة فعل لهذا المبدأ القوي. فهنا نبدأ نقسم المبادئ، ما هي المبادئ التي أثرت وما هي المبادئ التي تأثرت. هنا يعطينا فرصة أنه نطور هذه المبادئ ونعرف إيش الأشياء اللي ممكن تصلح لنا وإيش الأشياء التي لا تواكب حياتنا المعاصرة. لأن لذا عشان كذا أنا حاب أقول أنه عشان نطور عمارة محلية، أول شيء لازم نفهم وندرك كيف أنه من سبقونا أوجدوا حلول مبنية واستجابوا لقيمهم الثقافية والاجتماعية والدينية. بعدها بعد ما نفهم هذه الحلول بشكل عميق ومحاولة ربطها كيف أوجدوا حلول تستجيب لهذا القيم حقتهم، هنا نبدأ ننتقل إلى المرحلة الانتقالية اللي حنا نحتاجها الآن، إنه كيف الآن نستفيد من هذه الحلول اللي طوروها وكيف حنا نطورها وكيف إنه نعيد صياغة المفردات اللي هم أنتجوها ونصيغها بأشكال ومفردات جديدة، ونحتاج نختبرها أيضا. لا يمكن إنه بس ننظر ونعطي أفكار، لكن لازم ننزل في الميدان ونختبر هذه الأفكار ونعالج المشاكل من خلال الاستخدام ومعرفة السلبيات والإيجابيات من هذه التجربة. غير هذا النوع من الحلول، احنا راح نظل في دائرة الأشكال والمكونات والتكوينات والقشرة الخارجية للمباني وفن العمارة. يعطيكم العافية وشكرا. شكرا جزيلا دكتور محمد على هذه المحاضرة. ذكرت عدد من العناصر المعمارية والحضارية اللي فقدناها للأسف في بيوتنا الحاضرة، ونتمنى أنها تعود بعد تحليل هذه العناصر وإعادة تطويرها ونطبقها في البيوت أو في البناء الحالي والحديث. إذا تسمح لي بس دكتور محمد نأخذ مداخلات وأسئلة الأخوة الحضور. يعني دكتور حسام تفضل. السلام عليكم، يعطيك العافية أخي الكريم. وعليكم السلام. معك حسام لوعر، أنا دكتور بالمملكة المتحدة مغترب من 20 سنة الأصل من سوريا. يا هلا والله. أنا بتشكرك كتير على هالمداخلة اللطيفة، على هالفيجواليزيشن الكتير أنيق، على هالتحليل الكتير عميق، وعن جد إضافة كتير كتير مميز. يعني لأول مرة بسمع بمفردات كتير حلوة وأنيقة. عطيت دائما في بتلاقي الإنسان موضوع البابليك سبيسز والبرايفت سبيسز والسيمي بابليك والسيمي برايفت، بتلاقي الواحد دائما بيخربط بيناته لأنه ما بيعرف وين الثراش هول. أنا كنت كتير مبسوط بالرسومات تبعيتك وكيف حلقت تحليلك الدقيق اللي إله. طيب بس أنا سؤالي إلك، هل في عندك محاولة إنه شو الدروس اللي ممكن تستفاد منها هيك محاولات، وكيفية عكسها على واقعنا العمراني أو التخطيطي بالبلدان العربية بشكل عام أو بالسعودية أو بمدينة حائل؟ هل في هيك محاولات؟ هل
البلديات ممكن تتقبل هيك شيء جديد؟ والله يعني أنا كنت متوقع سؤال زي كذا، وكيف إنه نحول هذا إلى إلى مفرد إلى أشكال مبنية. والله في الحقيقة إنه الموضوع يعني أول يحتاج إلى فهم. إحنا مشكلتنا إنه نحتاج إلى فهم عميق لهذا النوع من العمارة أو أي نمط معماري، مو شرط تقليد، سواء كان عمارة حديثة، عمارة تفككية. أنا نحتاج إنه نأخذ الخطوة more deep، إنه نشوف ما بعد الأشكال، نشوف الـ 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 الأفكار والقصص التي أدت إلى هذا المنتج المعماري. أما موضوع إنه يطبق، أكيد في محاولات فردية في مناطق متعددة من المملكة، لكن ما أحب أذكر أسامي. لكن أنا موضوعي الآن إنه مش إنه يطبق أو غير يطبق، أنا موضوع اللي يهمني إنه إحنا أول شيء إنه لازم تكون في أبحاث وتعديل في المناهج في طريقة تدريس العمارة، إنه الشكل مش هو أكثر شيء مهم، هو خليه الناتج النهائي. لكن خلينا أول شيء نهتم بالإنسان، خلينا نفهم المكان أول شيء. أما المنتج المعماري ومكوناته وأشكاله هذه تتغير، وهذا ما حصل في تاريخ العمارة، أنه الحداثة بعد ما بعد الحداثة، بعدنا التفكية، بعدنا الآن البارامتريك، وفي المستقبل ما أدري إيش الأشكال اللي راح تصير. هذا لا يعني انه خلاص نقعد في الحداثه وندرسها ولا نصمم عماره غيرها. احنا نبغى انه الانسان والقيم هي اللي تمشي، هي اللي تستمر. اما الاشكال والمكونات والانماط هذه تتجدد مع عبر الازمنه. اتمنى اجبتك. ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. بدي اسالك، هذا العنصر الموجود فوق الباب، هل هو ببلاد الشام نحن عنا عنصر شبيه له؟ حتى بمصر منسميه المشربية، هل هو نفس المبدأ ولا لا برأيك مختلفين؟ نفس تقريبا نفس المبدأ، لكن اللي في مصر وفي سوريا أكثر تعقيدا وأكثر تفاصيلا بسبب اختلاف طرق البناء وطريقة الكونستراكشن وتوفر المواد. لكن في الحقيقة هي الطرمة هي شكل مبسط لفكرة المشربية. شكرا دكتور حسام. عندنا مداخلة أخرى من المهندس عبد المحسن، تفضل. السلام عليكم دكتور محمد. يا هلا. أول شيء طبعا أشكر الأخوان في بوتقة كالعادة، ما شاء الله. يعني أنا حقيقة حضرت يمكن آخر ربع ساعة، ويعني أثني كثيرا على موضوع المحاضرة. هذا النوع من المواضيع اللي يدخل بعيد عن موضوع التنظير ويدخل في دراسة نشوء الأشكال المعمارية والعمرانية. الحقيقة هذا النوع من الطروحات والأفكار ما زلت أعتقد أنه حقل جديد، ما في أحد كثير دخله وفككه ودخل في أعماقه وحاول يربطه بالواقع. أنا دكتور محمد أثني كثيراً على هذا الموضوع، ولكن عندي بعض الملاحظات إذا أذنت لي. أول ملاحظة، أنا لاحظ دكتور أنه الطرح حقك ما اكتمل، وأعتقد أنه هذا طبيعي. يعني هو أنا ما شاء الله عليك توكشاب، وأعتقد أنه الطريق قدامك أنك تكمل هذا الكلام وتربط الكلام اللي تفضلت فيه اللي هو غالباً في الماضي، تربطه بواقعنا الحاضر في الأحياء والمدن السعودية الحالية الآن. بمعنى أنه أنا من خلال حضوري بعض الورش العمل مع هيئة تطوير مدينة الرياض، لقيت أنه في غياب كبير لدراسة الجيومتريك ودراسة نشوء الأشكال عند المشرع العمراني أو القانوني العمراني. القاي دكتور دائما يفكر بالتودي ويفكر بالجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية، لكنه لا يفكر بالجيومتريك ولا يفهم كيف نشأت الأشكال. ولما صار هذا الكلام ظهر عندنا وشو نظام الارتداد بكل مشاكله ومميزاته وعيوبه، بكل ما فيه ما له وما عليه. فأنا أقول دكتور كلامك تفضل فيه، كنت أتمنى أني أشوفه على حاجتين. أول شيء نشوف 3D، لاحظ أغلب اللي قدمته كان 2D، و 3D راح يوضح بشكل كبير الأفكار.
وكان ودي نتمنى اني اشوفه مطبق على حي سكري يعني متوقع، يعني مثلا كيف ممكن نطبقه على حاضرة في الدمام او في حائل او في الرياض بناء على السياق الاجتماعي والعمراني والاقتصادي للمدينة اللي نطبق فيها. بدون وجود هذا النوع من الربط ما بين التنظير دكتور وبين الواقع، اعتقد انه راح يظل هذا النوع من الاطروحات الجميله، وانا والله اقولها صادقا طرح جميل ورائع، راح تظل حبيسه الادراج وراح تصير موضوع تنظيري الى اكثر. هذه النقطه الاولى حقتي. النقطه الثانيه دكتور على موضوع التشريع العمراني اللي احنا الان نتكلم فيه، هل الدكتور مشاري الله والدك الكريم الله يحفظه طرح كثير موضوع دراسه ونشوء الاشكال العمرانيه، وانه احنا الاهم ان نفهم البروسيس ولا نفهم النتيجة هذه. الطرح اللي انطرحته حابب أسألك فيه، هل له جانب يتعلق بالهوية؟ يعني هل لك تطبيق على هذا الفكرة على هويات مدن مختلفة؟ ولا أنت دخلته في منطقة جغرافية معينة؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل دكتور ممكن نحصل على هالدراسة هذه حقتك حق دكتوراه أو مكتوبة أو أنت ناوي تنشرها أو تنشر ملخص؟ وأكرر شكري والله. يا لا عفوا شكرا والله. طبعا أنا ما أتذكر كل ما قلته لكن أوافقك الرأي، لكن موضوع إنه 3D وإنه أجربه وأطبقه وإنه إنه لو استكمل إنه دراسة الوضع الراهن، هذه في الحقيقة نعم أنا أتفق معك إن هذه مجرد البداية. الآن الخطوات القادمة إنه لما عشان نبدأ نقارن، إنه أنا لا أقول إن الوضع الراهن كله سيء، لكن أنت ما تقدر تعرف إنه إيش السيء وإيش إيش السلبي وإيش الإيجابي إلا لما تسوي دراسات عميقة وليست سطحية، فتبدأ عشان تبدأ تعرف كيف تعالج المشاكل. يمكن من خلال هذه الدراسات تكتشف إنه ممكن تضع حلول بسيطة جدا، ممكن تسوي تحويل جذري لطريقة استخدامنا للفضاء الحضري والمعماري. احنا دائما نفكر انه اذا في مشكلة لازم الحل يكون معقد ونجيب خبرات، لكن في الحقيقة انه اول شيء لازم نفهم المشكلة بعمق وايش تبعاتها، ايش الهيستوري حقها، كيف وصلنا لهذه المنطقة لهذه النقطة، ثم نحاول نوجد حلول. ممكن الحل يكون ابسط مما توقعنا. اما دكتور محمد تسمح لي بكلمة، بس تسمح لي بكلمة على النقطة هذه. أنت تقرأ الآن أنه الجامعات السعودية حصلت على مراتب متقدمة في براءات الاختراع، وأن أخذنا مركز رقم 10 في العالم على كذا، تسمع الكلام ده كثير، لكن لا تجد لبراءات الاختراع هذه وجود في السوق. نفس الكلام من ناحية الأفكار المعمارية والعمرانية. أنا أقول الكلام الجميل والله أقولها صادقا، ترى أنا ما أقولها لك مجاملة، الكلام الجميل اللي قلته أرى أنا أنه فيه إمكانية هائلة على تطبيقه على مخطط سكني وإقناع مطور عقاري فيه. الأفكار العمرانية إذا أثبتت جدواها في السوق وش تصير لها؟ تنتشر كالنار في الهشيم، تصير لها اكتساع، يعني يصير المطور العقاري اقتنع فيها، المجتمع اقتنع فيها، المستهلك الاند يوزر آمن فيها، هنا تكون الفكرة العمرانية نجحت في أنها تثبت جدواها. لكن إذا كان الموضوع نظري يصير تغني بالماضي، إنه حنا بنوصل نلف وندور على إيش؟ على إنه أجدادنا كانوا في قمة الذكاء وإنه حنا في قمة الغباء وإنه حنا ما نفهم وهم أحسن ناس. فهمت الفكرة حقتي؟ عدم وجود تطبيق لها هي المشكلة. والله أنا أتفق معك 100%، لأن أنا أساساً خاتمة هذه الدراسة ذكرت أنه نحتاج القطاع الخاص أنه يساهم في هذه العملية، لأنه المشكلة تقع أنه ما أقدر أجيب مستهلك فرد يبغى يصمم مثلاً بيت له و أفرض عليه أنه لازم يصمم بالطراز الفلاني أو بالأشكال الفلانية أو بالطريقة الفلانية، لكن مطور عقاري لما تعطيه مجموعة من الأفكار ويتبناها، وزي ما ذكرت أنت نسوي بايلوت ستدي وأنه نصمم على حي مصغر ويكون ميكست يوز ونستخدم مثلا فكرة التسلسل الهرمي للفراغات ونعطي فرصة للساكنين أنهم يصنعون المكان الخاص فيهم أو على الأقل المنطقة الأمامية من بيوتهم، هنا تبدأ تشوف إيش الإيجابيات والسلبيات. لكن فعلا إذا الموضوع ظل حبيس الورق لا لن نتقدم خطوة. عشان كده أنا قلت في مشكلة أنه
بدون التجربة وبدون المحاولة وبدون جرأة في اتخاذ القرارات اللي تغير من الوضع الراهن، احنا راح نكون حبيسين الأشكال والمكونات، وحط لي كلاسيك أركيتكتشر أو حط لي أبغى بوست مودرن ستايل، وهذا النوع من العمارة اللي خلي الهوية جدا مفككة ومشتتة. جميل، يعطيك العافية مهندس عبد المحسن. أنا يمكن النقطة برضو كمان أودي أضيفها بخصوص برضو كمان الدور برضو كمان مشترك مع المكاتب الهندسية. يعني يمكن سمعنا عن مبادرة وزارة الإسكان حاليا في النماذج المعمارية الموحدة، فهذا ممكن تكون قد تكون أحد الحلول السريعة في تطبيق هذه الأفكار للنماذج الجاهزة اللي ممكن الأفراد يطبقونها على مساكنهم الخاصة، طبعا بدعم من وزارة الإسكان. في نقطة ثانية برضو كمان اللي هي بخصوص الدراسة دكتور محمد. نعم توي أتذكر بالنسبة للدراسة، هي الآن في طور، يعني فيه مقسمة إلى مجموعة أفكار، في منها الآن المنشور حاليا اللي هو فكرة التسلسل الهرمي للفراغات، أما البقية الآن تحت التحكيم وفي انتظار النشر. يعني إن شاء الله أنه إذا في نشرت أفكار أخرى أني أشاركها الجميع، حاليا ما عندي إلا التسلسل الهرمي للفراغات. جميل مهندس عبد المحسن، لن أبخل بالمعلومة اللي التواصل، قنوات التواصل حقتي متوفرة، واللي يبغى يكلمني خاص أو يسأل عن نقطة أو فكرة معينة ما كانت واضحة، أنا بالعكس سأكون سعيد بتوضيحها. طب دكتور، هذا المنشورة كيف نحصل عليها؟ هذا سؤال. وإضافة أذنت لي بس بسؤال ثاني سريع، وأنا آسف أخذت وقت الأخوان، أنا آسف جدا والله العظيم. في رسمة رسمتها أن الدخول ما كان مباشر على المسكن على الفناء. الرسمة هذه جدا رائعة دكتور، لأنه جزء من إشكالية العمارة السعودية المعاصرة أنها عمارة مباشرة سطحية، فضلا عن قضايا اجتماعية الخصوصية وتدرج الخصوصية وفصل النظر. بعيد عن هذا الكلام، أيضا دائما تلقى لما تروح أي مبنى وزارة تلقى أنه المدخل الوزير مباشر دوار وفي قدامك نافورة، تدخل القصر اللي هو النظام اللي تأثر فيه بالنظام الفرنسي بنظام المحاور الطويلة الكبيرة. هذا النوع من الأفكار اللي تعرضتها في الرسمات الجميلة اللي سويتها كان يطرح قضية البعد الرابع اللي هو البعد الزمن، قضية التدرج والوقت اللي تستغرقه عشان توصل، وإنك تصير في نوع من الغموض وتكشف البيت بشكل متدرج. هذه الأفكار الخلاقة والجميلة صراحة. أيضا دكتور، أنا أتمنى برضو لعله في لقاء آخر تكلمنا عنها. الله يحفظك وكرم. والله شكري، وأنا يعني أطالب الحضور أنه الآن يجي إذا كان في ساكن في فيلا أو ساكن في دوبلكس، يجي الآن يشوف المجلس حقه أو المنطقة اللي حقت الضيوف حقته، هل هي مباشرة أو فيها تسلسل أو فيها ثرشهولد، بحيث أنه يحمي المناطق الخاصة بالمس كده. بس نظرة سريعة تجربة أنه كل واحد يشوف هل في تسلسل الفراغات ولا باب المجلس مفتوح وكاشف البيت كله، أنه إذا كان في ضيوف يؤثر. لأني أنا دخلت بعض منازل الزملاء أنه لما نكون في غرفة الضيافة يأثر على الاستخدامات في الفراغات الأخرى، وهذه مشكلة ما هي فيزيكال، هذه مشكلة في فهم تسلسل الحركة داخل المسكن وفهم بعض القيم وكيف أنه المجتمع حقنا يمارس الفراغ. فهذه هنا تم حلها بفراغ جدا صغير وبسيط قدام الباب. جميل، الله يعطيكم العافية. إذا تسمح لي بس دكتور محمد، راح نشارك رابط الورقة العلمية مع مقطع الفيديو المسجل لهذا المحاضرة في حساب بوتقة إن شاء الله بعد نهاية هذا الملتقى إن شاء الله. عندنا مداخلة أخرى من الدكتور حسام، تفضل. دكتور حسام الميكروفون على. أنا معك، أنا آسف يمكن أخذت وقت كتير، بس أنا استمتعت كتير بالمحاورة بينك وبين الأخ الكريم، وبتفهم كتير غيرته، وأنا معه كتير بالفكرة اللي حكيها. يعني كتير حلو أنه نفهم
عمارتنا العربية ونفهم كيف تشتغلت وكيف تشكيل العمراني والفراغات والتنقل بين الأيربن والبيلدينجز. أنا كتير كتير معه بفكرة إنه كيف نحن نأثر على صناع القرار يعني. وأنا هاي عن جد عم حاول نطلق نطالب فيها يعني، بما معناه كيف ربط هالأمثلة هالدراسات الحلوة مع الأمر الواقع. ولازم، وأنا برأيي يعني هلأ نحن بال 2020 إذا ما هلأ بلشنا نأثر عليهم وين قيمت. طبعا هذا هي ما رسالة إليك أخي الكريم، هاي رسالة نحن إلنا جميعا لأنه سبحان الله إذا بتشوف بين 2000 و2020 كمية الدكاترة ما شاء الله اللي تعلموا برا من السعوديين كميات هائلة، بتلاقيهم مليئين بالطاقة. وأنا مع أنه هاي فكرة ربط الدراسات هاي بالأمر الواقع وتحسين الواقع العمراني والتخطيطي. تصور لسه في قوانين تخطيطية وعمرانية بالساتة عم تشتغل بصراحة على مبادئ 1990 و1980. وأنا نعم. برأيي هاي النظريات أو هاي ما أنا valid anymore. طبعا كلمة ما أنا سهلي أنا بتفق معك، بس ما بعرف شو الشيء لازم نساويه. أنا فقط عم بفكر بصوت عالي معك أخي الكريم. والله أنا ما عندي جواب صريح لهذا إيش لازم نسوي، لكن لازم لمشاهدة تغيير واضح في المستوى في الفضاء الحضري والعمراني في المملكة أو في المدن الإسلامية، لازم تحتاج قرارات قوية وفيها جرأة. أنك مثلا لو فرضنا أنك تطور أنظمة البناء وتسوي لها أوفرهول وتعيد تنظيمها وترتيبها لتتواكب مع الحياة المعاصرة حاليا، هذا قرار يحتاج إلى شوي جرأة ويحتاج إلى مختصين يساعدون في ترتيب الأنظمة الجديدة. حنا مشكلتنا أنه نبغى كل شيء بسرعة، يعني ما في صبر أنه نسوي بايلوت ستادي مثلا، ناخذ فكرة تسلسل هرم الفراغات وفكرة الثرشهولد وتغيير بعض أنظمة البناء والتشريعات ونسويها في حي سكني صغير ميكست يوز ونشوف الممارسات وننتظر النتائج ثم نرجع نعدل على هذه الأنظمة ونطورها. احنا هذا مشكلتنا، احنا ما احنا صبورين ان مثلا نسوي 10 year سايكل. احنا نبغى كل شيء في 6 شهور في شهر في سنة حسب الوقت المتوفر، اما 10 year سايكل والدخول في مختبرات وتجارب وتطوير، هذه المشكلة اللي حنا نعانيها الآن، إنه نحتاج صبر إنه عشان تشوف تغيير واضح وتطور وفي الفضاء العمراني والحضري، إنه لازم تصبر على الأشياء، لازم تجرب، لازم تعدل، لازم تكتشف السلبيات. أنا ممكن الآن نقول لكم نطبق التسلسل هرم الفراغات، لكن لما نجي فعلا نجربه في البايلوت ستادي نكتشف أنه في بعض التفاصيل فيه لا تعمل، فنحتاج نعدل فيها. هذه الأشياء ما تقدر تكتشفها من أفكار في ورقة وقلم، لازم تجربها في أرض الواقع. شكرا دكتور حسام. ناخذ مداخلة من الدكتورة عفاف بدران، تفضلي. دكتورة عفاف. هلو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام، يا هلا. الله يسلمكم. يعني أنا ما حضرت من أول، أنا يعني حضرت بس كنت للأسف انشغلت بعض الوقت، بس تابعت معظم اللي تقال. وأنا كممارس في بداية حياتي كنت اشتغلت في العمارة النقدية في سنة 1985. فأنا بس حابة أقول بعض النقاط. احنا أحيانا بنخلط ما بين التراث والهوية. التراث ممكن يكون فيه حقب، بس هو لا يمثل هوية اليوم مثلا. يعني الهوية بتتغير مع الزمن.
يعني ممكن العمارة ممكن تتأثر بالبيئة والثقافة والمجتمع وحتى الخامات سواء كانت طبيعية أو مصنعة، وهنا هدخل الصناعة، النهضة الصناعية، وكمان بتتأثر بالاحتياجات المتغيرة. احنا انتوا كمان كمجتمع سعودي بتتغيروا بسرعة صاروخية، يعني انتوا من السبعينات او جايز كمان من الستينات لغاية النهاردة قطعتوا مسافة في التغير والتقدم رهيبة، يعني تعتبر تدخل جانس ريكورد. فأنا بالتالي عايزة بس إنك يعني يا ريت تسقط الضوء على أهمية إن رغم إن إحنا ممكن يبقى في تراث سواء كان فيرناكلر أو إسلامي أو حجازي أو نجدي إلى آخره، بس إحنا كمجتمع متغير ضروري نقدم اللي بيعبر عننا النهاردة. أنا بشعر إن أحيانا كون إن بعض المشاريع في المملكة بيقوم بيها أجانب سواء أوروبيين أو غيرهم، ده أحيانا بياخد العمارة السعودية لاتجاه لا يعبر لا عن التراث ولا عن الهوية، بس بيعبر عن حاجة واحدة بس، النهضة الصناعية الغربية. فهل في يعني فرصة ان احنا نلفت النظر لان التقدم الصناعي ضروري يخدم المعماري السعودي؟ شكرا. حقيقة صراحة ما عندي أجوبة لكل اللي طرحتيه، لكن أنا مع إنه نحاول نطور المعماري السعودي، لأنه هو الباقي، وهو اللي حتى لو كانت معلوماته عن الموروث الثقافي والمحلي ضئيلة، لكنه ممكن بسرعة أن يكتسبها ويتعلمها. أما بالنسبة للمعمار الأجنبي، نحن للأسف حاليا تابعين للعمارة الغربية، هم اللي عندهم التكنولوجيا وهم اللي عندهم الحرفة وهم اللي عندهم الليتس تكنولوجي، فحنا نحاول أنه لما نستقطبهم أنه ممكن مو شرط أنه نفكر أن نحاول نصنع عمارة خاصة فينا، لكن حنا نبغى ممكن تستخدم هذه الـ institutional buildings مثلا انها تعبر عن مثلا زي ما قلتي السيد فاضل عن النهضة في المملكة والتقدم والتطور. جميل. طيب عندنا برضو مداخلة اخرى من الدكتورة رنا القاضي، تفضلي دكتورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله أنا للأسف مع أخبار لبنان تأخرت في الحضور، وكنت كثير حريصة أني أحضر اليوم لأنه موضوع مهم صراحة ومهم للمعماريين والتغييرات الحاصلة. أنا الحقيقة يعني للأسف ما شفت المحاضرة، ولكن حكون حريصة أني أشوفها في اليوتيوب لما تنحط. عندي بعض المداخلات من الأسئلة اللي انطرحت، يمكنها تكون أجوبة أو يمكنها تفتح أفاق للتفكير. الحين بالنسبة للمعماري، أو يعني حتى إحنا قاعد أسمع إنه نطور المعماري، هذه كلمة يمكن المعماري إلى الآن هي الوظيفة الوحيدة، يعني إلى الآن ما هي معتمدة في الجهات، يعني تلاقي المعماري دائما يتخرج ويصبح يا إنه مدرس في الجامعة أو إنه يفتح له مكتب باجتهادات شخصية. إنه إلى الآن حتى المعماريين في السعودية ما لهم خطوط واضحة إني أقول هذا خط المعماري الفلاني مثلاً، هي كلها اجتهادات فردية. ما عندنا إحنا مكان يعني في أو نبغى نقول مدرسة تشريعية للكود العمراني أو للتنفيذ. يعني مثلاً في أسبانيا عندك في البلديات قسم خاص استشاريين معماريين، لو أي مكتب يبغى يقدم على إنه مثلاً يبني مبنى لازم يأخذ موافقة من
هذول الاستشاريين. ففي يعني المعماري عندنا تو الحين بدأ يعترف فيه، أنا من منظوري، لأنك أنت متى تعترف بالمهنة إلا إذا كانت كان ممارس. إلى الآن المعماري ما أخذ حقه الصراحة في الـ في الـ في السعودية، ويمكن مع هيئة العمارة إن شاء الله إنه يكون في تغييرات، أو مع البلديات تبدأ يدخل يعني المعماري يكون جزء. يعني هو المهندس المدني له من السبعينات له وجوده، وهو اللي خطط، والتخطيط في السبعينات يعني ركز على 3 أشياء في السعودية. عشان كذا إحنا عندنا إعاقة في العمارة بالتحديد. يعني إذا كنا نقول على تخطيط المدن هي 5 عناصر، إنه يكون تخطيط الهاوسينج، عندك الأكسسبيليتي، وعندك الكوميرشل، هي 3 عناصر اللي ركزوا عليها المهندسين المدنيين في تخطيط المجمعات السكنية. لأن مثلاً أي واحد يبغى يبني يفكر إنه يحط تحت محلات يستفيد مادياً، أو يبني بيت يفتح له أكثر من باب عشان يأجر جزء. فكان التفكير كثير كوميرشل، ما كان وظيفي. الحين دخل الانترتينمنت، صاروا الناس تطالب بحدائق، أماكن لتجمع لعب الكورة، مساحات للباركس أو للجري أو للدراجات، صار في دخل توه يدخل الانترتينمنت، وتوه حتى وإلى الآن ما دخل اللي هو الكلتشر، وهي تعتبر من 5 عناصر المهمة لتخطيط المدينة. الدول المتقدمة دخلت عنصر ثالث اللي هو صحة المدينة وصحة المكان، اللي هو التشجير، وقاعد نشوف الرياض قاعد كده. فإحنا إلى الآن أصلاً المصطلحات والمفردات قاعدين نحاول يعني المجتمع يفهمها، بعد ما حس إنه في احتياج لها مع هذه الرؤية اللي فيها تغييرات كثيرة في التطوير على اللايف ستايل أو جودة الحياة. فإنه نقول تطوير المعماري ما أخذ حقه حتى نطوره، هو لازم نعترف فيه بكيان وظيفته وأهمية وظيفته. هذه يعني النقطة. النقطة الثانية، إذا كانت البلديات اعترفت بالمعماري وصار في جهات، يعني هو الحين في محاولات للكود العمراني، ما أعرف إذا كانت اعتمدت أو إلى فين وصل، يعني إلى أي حد وصلت، ولكن يعني وجود المعماري، إن وظيفة المعماري إلى الآن ما هو معروف أصلاً. حتى أنا أفكر في تراث أو تطوير، يعني تطوير العناصر، وأنا أصلاً ما له دور المعماري، ما له دور يعني صراحة في هذه التغييرات. بعدين لما نقول كلمة معاصر والتراث، مو معناها أن المعاصر أستخدم مواد حديثة، ترى من المعاصر أن التكنولوجي والتقنيات. يعني أنا ألاحظ حتى في المعاصر والتراث قاعد نستخدم مفردات ما نفهمين العصر اللي إحنا عايشينه. يعني نعبر عن المعاصر بالمواد الحديثة، ولكن معاصر معناه تقنيات. فهي مواضيع كثيرة، ويعني مفروض أنها تنعرض على الطاولة ونتناقشها عشان نوصل لحلول يعني للاعتراف بالمعماري. يعني إذا كان هذا هو بس أفكار حبيت أطرحها للجميع، وبحيث أنا ممكن نتناقش فيها. لا أبداً، شكراً على المداخلة وكلام. صراحة أتفق معك أنه أولاً يجب تمكين المعمار وإعطائه حقه عشان نبدأ ننظم. لا يمكن وضع كل إسقاط كل اللوم على المعماري، سواء المعماري المنظر أو المفكر أو المهني الممارس. إذا فعلاً هو في منطقة أنه لا يعطى حقه ولا يؤخذ برأيه بشكل كامل، فلا يمكن وضع إسقاط اللوم عليه وهو لم يأخذ حقه بشكل كامل. فأنا فعلا أتفق على هذه المداخلة وأشكرك على هذا الطرح. شكر دكتورة رنا. عندنا مداخلة أخرى من الدكتور غسان الفلاح، تفضل. السلام عليكم جميعا. أول شيء حاب أشكر الدكتور محمد على المحاضرة القيمة، ومن ضمن المناقشات اللي صارت أثارني نقطة جدا مهمة، هي عملية تطبيق ما تم دراسته من قبل الدكتور محمد أو من قبل الأخوة الزملاء السابقين، وعملية تطبيقه على أرض الواقع. أنا أعتقد الحين الفرصة أو الوقت الحالي هو أحسن فرصة ممكن نطبق في هذه الأفكار وهذه
الأمور اللي حنا كنا نتحدث عنها كثير، وخاصة إنه الآن مع وزارة الثقافة صاروا ينظرون للعمارة كأنها منتج ثقافي، وهذا نقلة جدا نوعية في مسألة التفكير، وليست فقط عمارة تمثل منتج لا يرتبط بأي بمحيط الخارجي أو بأي شيء آخر. فإذا تم اعتماد وهو اعتمد أن العمارة تمثل منتج ثقافي يعبر عن مجتمعها، فأعتقد راح نخطو خطوات جدا كبيرة في هذا المجال، وراح تكون قفزات جدا كبيرة للأمور اللي حنا نبحث عنها. فبس حبيت الداخل في هذه المداخلة اللي أعتقد إنه هي نقلة في التفكير في عالم العمارة السعودي. شكرا لك على المداخلة، وفعلا أنا أتفق معك ومع وزارة الثقافة أن العمارة فعلا فن، وهي ممكن أن تكون وسيلة لإرسال رسالة بشكل غير مباشر لشعوب ودول العالم. فأنا أقول أنه دائما أنه عمارة بأي أنماطها أنها ممكن تكون هي الوسيلة لجذب العالم لك بدون أن تتحدث، فقط من خلال عمارتك وفقط من خلال التكوينات والتشكيلات اللي تصنعها. إذا كان منتج مثير ومنتج مرتبط بثقافة مثلا محلية وغير متكرر وغير متواجد في مناطق أخرى من العالم، هذا يعطيك رسالة. المجلات العالمية تبدأ تتكلم عنك، هذه free advertisement فقط من خلال العمارة. فأشكرك على هذه المداخلة، وفعلا العمارة فن وفن ثقافي أيضا. شكرا للدكتور غسان. في مداخلة أخرى من الدكتور حسام، تفضل. أنا بس بدي الدكتورة رنا حكيت كلمة كتير هلأ عم ينبحث فيها، ما هو دور المعماري؟ وفعلا هل نحن فقط رسامين؟ هل فعلا نحن فقط بنحط مخططات هندسية؟ أو نحن إلنا دور أكتر بالمكان؟ أنا بدي أطلب ما بس نحن تطوير المعماري، إذا بتنظر للمنظومة الاستثمارات العقارية بالوطن العربي بشكل عام، عشان ما يكون سلبي على أي منطقة بشكل خاص، هي driven by profit، وهي بتستخدم دائما مفاهيم استخدام مصطلحات الاستخدامات land use كبروفيت، المكان وصنع المكان بدون ما احكي حكي شاعري او نظري هو public good بالنهاية، هو public good. وانا بطلب من هالمنصة الكريمة انه لا، ما بس المعماري لازم يتطور، بس انا كمان بتأمل انه البرايفت سيكتر بالمنطقة العربية وبالذات المطورين العقاريين يتطوروا، لأنه صناعة المكان هي public good. بس للأسف المطورين العقاريين وقت اللي بينظروا للمكان بينظروا له كبروفيت كنمبرز، وبدهم quick in quick out. مشان هيك للأسف بتلاقي المعماري والمخططين مدورنا كتير كتير عم يكون محدود بموضوع public good وachieve value، قيم للإنسان وللإنسان العربي. طبعاً شو الحل ما بعرف، بس للأسف هاي شغلة إذا بتشوفها موجودة بمعظم البلدان العربية، موضوع البرايفت سيكتر من السبعينات لهلأ. طيب بيجوز تقول لي بالغرب؟ نعم بالغرب في برايفت سيكتر، بس في ضوابط صار وتشريعات عقارية ومعمارية بتضمن الشغل المتكامل بين البرايفت سيكتر والبابليك سيكتر هاند باي هاند، وبالذات بالبلدان الإسكندنافية. ما بعرف إذا إلك أي تعليق، وشكرا لكم. شكرا على المداخلة. أنا صراحة أتفق معك أنه حنا مشكلتنا أنه ننظر للمشاريع سواء الخاصة أو الحكومية على أنها
بروفيتس، كيف تجني أكثر قدر من الأرباح في هذا المشروع بغض النظر عن جودة المكان، بغض النظر عن دراسة المناطق المحيطة فيه، بغض النظر عن كيف أنه راح يأثر على surrounding context، كيف راح يأثر على المدينة. كل هذه الأمور نتغافلها وننظر فقط زي ما تفضلت أخي الكريم أنه على الأرقام والأرباح. وأنت ذكرت نقطة أنه في دول الغرب أيضا يهمهم الأرباح وتهمهم الأرقام، وما حد زي ما يقول يشتغل ببلاش. أنا لما أبغى أسوي مشروع أبغى أتكسب منه بعد، لكن الفرق أنه في أنظمة وقوانين وتشريعات تجبر هذا المطور العقاري أو تجبر صاحب المشروع أنه يلتزم بها، وعدم التزامه بها يتعطل المشروع. فهو هي مش فضلا منه مثلا في الأنظمة، في الأنظمة الغربية مش فضلا منه، هذا شيء مفروض عليه عشان المشروع حقك يبنى ويصرح له. في متطلبات ومعايير في كيف تربط مع السراوندينج، كيف تصمم شبكة مشاة مرتبطة بالكونتكست، كيف توفر مساحات عامة، إيش الجيومتري وكيف راح يأثر على الأربن فابريك. كل هذه التفاصيل حنا نغفلها، وأنه ننظر للمشاريع حقتنا عبارة عن بلوكات وصناديق توضع في الأرض بغض النظر عن الـ surrounding context، بغض النظر عن تخطيط الشوارع، بغض النظر عن ما مين راح يستخدمه. هذا سبب مشاكل، سبب تفكك في المستوى الحضري، وأنه تحس أنه ما في تجانس، ما في ترابط بين الكتل المعمارية. طبعا في منها بسبب أنه الارتداد، وبسبب أنه أيضا أنه كل قطعة أرض أو كل منطقة مشروع مفصولة عن أخرى. تحس أن المشاريع في المستوى الحضري أنه حتى لو صممت في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، لكن لما تجي للمنتج النهائي تكتشف أنه تقول أنه هذه المنتجات أكيد أنها صممت في فترات مختلفة، عشان كذا ما في ترابط بينها. وهذا بسبب بعض الأنظمة والتشريعات اللي تحتاج تطوير، وتحتاج أنه حتى لو أنت تملك مشروع خاص يجب النظر كيف تربطه مع الفضاء الحضري. هذا الربط هو اللي يساهم مع بعض التفاصيل في أنسنة المدن. أنسنة المدن لا تحصل من خلال أنه هذا القطعة الأرض الخاص فيني وأنا ما علي من البقية. أنت المدن تكون صحية وتتأنسن من خلال أنه كيف كل شخص مسؤول أنه كيف يربط مع الجار حقه، كيف يربط مع الكونتكست، كيف يلتزم ويطبق الضوابط والتشريعات اللي سنتها المدينة في عملية صناعة المكون المعماري أو الحضري أو العام. بس تعقيبا على كلمتك هاي الحلوة اللي آخر شيء قلت، بمدينة فانكوفر بكندا، نعم تبع الكندا، واللي هو بعض الأشخاص شغل كتير حبيتها، شلون عملوا innovative solution، إنه أنت إذا private sector حابب تعمل tower buildings، إذا بدك تعمل towers building ممكن البلدية تسمح لك بفلور زيادة أو اثنين فلور زيادة كتحفيز أنت كقطاع خاص، بحيث أنك إذا عطيتك two floors إنك تحسن من البابليك رالم والكونكشن مع النيبرز. وأن هذا اللي بقول كيف نحن منحفز البرايفت سيكتر بمنطقتنا العربية لإيجاد حلول للبابليك جودز، بحيث يكون في win-win situation. وشكراً لك. نعم شكراً على المداخلة. في مداخلة أخرى من دكتورة رنا، تفضلي. السلام عليكم. إذا تسمحوا لي يعني أحكي لكم الوضع من منظور تاريخي. يعني أول ما بدأ البناء كان limited على إيش موجود في المكان، هل في رخام، هل في حجر، فكانت التشريعات already على المواد اللي موجودة، فكان في
هوية وكانت العمارة ثابتة، لأن ما عندك أصلاً في حدود عندك، عرفت؟ فكل المدن القديمة التاريخية كان لها هوية وحوفظ عليها. اللي صاير بالسعودية إن إيش اللي صار؟ عكس، إحنا قاعد نمشي العكس. بدأنا بناء، هذه موجة البناء القوية بدأت من غير تشريعات، في وقت كانت المواد كلها متوفرة، والحين قاعدين نحاول نسوي كود عمراني ونحاول نسوي تشريعات بعد ما أوريدي يعني زاطت، عارف؟ فصاير الوضع إنه عكس عكس الناس، يعني إن الحين وصلنا عولمة، وصلنا إنه ما عاد في ايدنتيتي، صارت إنه يعني صار إبداع وخطوط معمارية، وإحنا قاعد نحاول إننا نسوي كلمات حتى مصطلحات تشوه بصري وكود عمراني وكذا، لأننا بديل متأخر. يعني هو زي كأنه واحد طالب طول عمره مثلاً لابس مريول، وبعد فترة الجامعة يقول لك البس اللي تبغاه. اللي صاير إحنا البس اللي تبغاه، وفجأة قاعدك يقول لك البس مريول. طب أنت الزمن حقك ما هو حق مريول، عرفت؟ فصاير إنه فعلاً ما هم قادرين يسووا تشريعات، لأنه وعشان كذا حتلاقي فيه تخبط في المصطلحات واختيارها، مو فاهم هل نختار عناصر التراث، كيف نسوي fill the gap between the يعني التايم هذا اللي هو التراث والمعاصر والعالم. لما أنت بتجيب شركات من برا، هو الحين في 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 عصر إنك أنت إبداع معماري، يعرف، وهم مو فاهمين كيف يدخلوا الكود العمراني مع التغييرات. وزي ما أنت قلت أول إنه العمارة استقطاب، صارت ما صار إنك أنت تسوي هوية وشكل واحد. فشوية يعني مكركبين من ناحية إنه الخطة كيف حتمشي، ودور المعماري كيف، والردي هذا المعماري يعني من يوم ما بدأ بالسعودية وهو قاعد يرسم على كيف، ومن غير أصلاً يعني على حسب مواد البناء. إحنا اللي دمرنا دائماً الكوميرشل، هذه الكوميرشل كل شيء صاير إنه أبني عشان أستفيد مادياً، أبني بسرعة عشان أستفيد مادياً، فأختار المواد السريعة. أوكي ما حنتظر، يعني زمان كانت الهوية واضحة، يعني مثلا بس الإمبراطور والسلاطين يجيب لك من أفغانستان الحجر الأزرق، وعن طريق يعني بس كده، يعني ما في تغييرات. هنا الحين أنت صعب تمسك، يعني كيف حتسويها؟ يعني في شوية كثير الزمن مختلف عن الماضي، ففي شوية ما أبغى أقول تخبط، بس إنك تحط استراتيجي وتشريعات شوية صاير في صعوبة، يعني ما لها حلول. إنه أنا إحنا الحين ممكن نلاقي لها حلول، يبغانا نحط استراتيجية كيف هوية الخط السعودي، يعني كيف يصير عندنا معماريين يعني نتباهى فيهم، أو خطوط عالمية، أو من يوم ما أشوف هذا المبنى أقول هذا هنا بالسعودية أو كذا. فهي تحتاج كثير من نجتمع ونتكلم ونوصل إلى نتائج وأفكار يعني. طيب شكرا على المداخلة. طبعا أنا أتفق في معظمها، لكن أنا أقول أنه أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. إحنا خلينا نحاول أنه نعدل ما نصلح ما أفسده العطار، وأنه عشان بعد 100 سنة ما يجون أحفادنا ويلتقون في منصة ويتكلمون عنا أنه إحنا ما حاولنا وإحنا ما سوينا وكنا عشوائيين. فإحنا على الأقل نحاول ونجرب ونحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه، أفضل من أنه نقول خلاص هذا الوضع الراهن وأنه خلونا نتقبل ونشوف إيش يصير في المستقبل، زي نخليها الله يفرجها، نشوف عاد حنا نمشي في الطريق اللي حنا فيه وربك الساتر. لا خلينا نحاول، وعلى الأقل أنه لا، إذا ما نقدر نصلح اللي موجود الآن، على الأقل المشاريع التطويرية الجديدة، وأن الحمد لله إحنا في مرحلة ازدهار والمشاريع لم تتوقف، إنه ما زال في مشاريع للمستقبل. طيب خلينا نضمن ونحاول إنه هذه المشاريع الجديدة تكون بأفكار جديدة، بتشريعات وأنظمة جديدة، أفضل إنه ما نطبق القديم ولا نحاول التغيير. شكرا. جميل. دكتور محمد، دكتورة ندى نافع أشادت بأهمية هذه المحاضرة، وتطلب منك أن تعطي الموضوع اهتمام أكبر لدراسة البيئة العمرانية المعاصرة.
دكتور إذا تسمح لي بس يمكن تطرقنا كثير على موضوع المعماري نفسه وسوق العمل، لكن يمكن شوي نسينا عن موضوع دراستكم وبحثكم اللي ناقشتوه مؤخرا في مرحلة الدكتوراه. بس إذا تقدر لنا دكتور تشاركنا ببعض المعلومات يمكن اللي صادفتوها أو بحثتوها لأول مرة أو يعني خلينا نقول صدمتكم أو كانت معلومة جديدة عنكم أثناء فترة بحثكم عن هذا الموضوع. هل السؤال عن بحث الدكتوراه أو المعلومات؟ بحث الدكتوراه. البحث الدكتوراه هو محاضرة اليوم في الحقيقة، لكن هو بشكل بسيط وعام، لكن البحث نفسه يحتوي على مجموعة كبيرة من الأفكار، والأربعين هذه الآلية مشروحة بشكل مفصل ومربوطة بشكل أعقد من طريقة السرد اللي أنا ألقيتها اليوم، لكن أنا لا يسع الوقت أني أتكلم عن كل مبدأ بالتفصيل وكيف تشكل وكيف تكون. لكن في الحقيقة أنه في لما نجي نتكلم إيش المفاجأة، هي مش مفاجأة لأنه أنا داخل هذا النمط من التحليل وأنا حاب أني أكتشف، لكن المفاجآت تكون أنه كيف أنه مثلا مكونات بسيطة في البيئة العمرانية تشكلت من وتأثرت بمبادئ أخرى أنت من الوهلة الأولى تقول أنها بعيدة عنها. يعني مثلا زي ما ذكرت موضوع الطرمة، يعني المعرفة السائدة عنها أنه عنصر تقليدي لمعرفة من الطارق عند الباب ويحمي خصوصية المرأة، لكن لما تجي تتعمق في المبادئ والتكوينات وكيف أنه تأثر بمبادئ أخرى في الفضاء الحضري وتربطه بمعاني واستخدامات سواء ظاهرة أو كامل، تبدأ تكتشف أنه لا، أنه أساساً الطرمة أيضاً مربوط بأشكال وتكوينات وزخارف أنه لاستخدامات أخرى زي ما ذكرت أنه للواي فايندينج، وأنه يربط المستوى الحضري بالمعماري ويكون على أداء استدلالية للباب. يعني هذه مثلاً هذه إحنا نحتاج زي هذا النوع من التحاليل في مناطق أخرى في المملكة، أنه إحنا مشكلتنا إحنا ننظر للقشرة وأنه زي ما قلت نشوف الطرمة ونقول كلمتين عنها أنها خصوصية ومربوطة بالباب ونقف، لكن في الحقيقة لا. شوف زي ما ذكرت أنه في استدلاء، في way finding element، في ساهم في تطوير الأشكال حقتها، ساهم في تشكيل الكاركترستكس حق الحارة بحيث أنه الطرمة بتشكيلها وألوانها عطى روح للمكان داخل الحارة، لأنه اللون السائد اللي هو لون الطين، ولما تعطي الطرمة لون الخشب أو تضيف عليه اللون الأبيض زي في أوشيقر وتعطيه بعض الزخارف يعطي روح للمكان. هذا النوع من التحليل والتعمق يعطينا أفكار جديدة في كيف نطور مفردات معمارية. أنا ما أقول أنه نستخدم الطرمة حاليا في العمارة المعاصرة، لكن لما نفهم كيف تكونت وكيف أن فيها رمزية وفيها معاني نبدأ نحاول نوجد مفردات جديدة تحتوي على هذا النوع من العمق في عمارتنا المعاصرة. تسمح لي دكتور ناخذ آخر سؤال لهذه الأمسية من المهندس فاروق ياسين، تفضل. تفضل أخي ياسين. مهندس فاروق. طيب قد تكون عنده مشكلة في الصوت. طيب نود التذكير بأن المحاضرة هذه مسجلة وسيتم إن شاء الله رفعها على قناة بوتقة في اليوتيوب في الرابط الموجود في صندوق الرسائل. بإمكانكم إن شاء الله مشاركة هذه، مشاهدة هذه الحلقة في حال فاتتكم أي جزء منها، أو مشاركتها مع زملائكم في حال لم يتسنى لهم الوقت لحضور هذه الأمسية. دكتور محمد نشكرك جزيل الشكر على تقديم هذه المحاضرة، كنت ضيف عزيز واستفدنا كثير من معلومات شاركتنا إياها في هذه المحاضرة، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله معكم في سلسلة من المحاضرات المستقبلية إن شاء الله. والله أنا اللي حاب أشكركم أنهم أتحتم الفرصة لطرح هذا الموضوع و
عمل. صراحة أنا سعيد الليلة بهذا النقاش الثري، ودخلنا في مواضيع مختلفة. شوف كيف طلعنا من الحالة النجدية إلى وصلنا إلى أهمية المعماري ووضعه الحالي في السعودية. فهذا النوع من النقاش هو اللي يثري الفكر ويعطي أبعاد أخرى لفن العمارة. إن شاء الله أنه في المستقبل أنه تتيح الفرصة أني أتكلم عن بعض الأفكار بشكل أعمق، لكن اليوم حبيت أني أطرح أكبر قدر ممكن من الأفكار وشرح المستويات المختلفة لإعطاء فكرة عن المنظور اللي استخدمته، لأن الفكرة كانت في هذا النظام وكيف حاولت أني أتجرد وأبتكر في طريقة التحليل للنظر للعمارة التقليدية، ليست من أشكالها ومكوناتها بل من البروسيس وكيف أنه المجتمع أثر على هذه العملية وهو اللي صنع هذه المبادئ. شكراً بثقة، وإن شاء الله نلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله. شكراً دكتور محمد، والشكر موصول كذلك لجميع الأخوة الحضور، على أمل إن شاء الله نلتقي بكم في ملتقى بوثقة للأسبوع القادم في يوم الثلاثاء عند الساعة 9 مساءً. شكراً جزيلاً لكم. شكراً.